للأبا سفيان عني فأنت مجواف ناخب هواه بأن سيوفان تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء هجوت محمدا فعجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الوقاء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فمن يجو رسول الله منكم ويمدح وينصره سواء فإن أبي ووالده وعربي لعرب محمد منكم وقاء فإما تثقفن بنو لؤي جذيمة إن أخذناه شفاء أولئك ما شاء النصر علينا ففي أظفارنا منهم دماء وحلف الحارث بن أبي ذرار وحلف قريضات منا قرار لسان غارم نار